يعني هناك ذرائع كثيرة، وطبعا أعتقد الإطار يريد أن يكسب الوقت لكي ينظم صفوفه ويستطيع أن ينتصر في الانتخابات أو يحصل مقاعد أكثر مما هو المعتاد أن يكون الحصة الأكبر للسيد مقتدى الصدر أو التيار الصدري. وأعتقد هم يخافون من أن تكون نتائج الانتخابات القادمة كما هي السابقة، في أن يكون للتيار الصدري حصة كبيرة في البرلمان، وسيكون صعبا التعامل معه على هذا الأساس كما حصل. ولذلك التمديد بالحكومة هو محاولة لوصل السلطة والتقليل من تأثير التيار الصدري. نعم.